نخلي بالنا يا جماعه من طول اطفالنا، احنا بقينا بنعاني من التقزم. يعني انا دايما بتكلم في الموضوع ده، الحمله حتى لما اتعملت حمله 100 مليون صحه وعدت على المدارس كانوا بيكشفوا على الانيميا والتقزم في الاطفال. احنا بقينا بنعاني. حضرتك بتبصي كده تقول لك الولد، يقول لك انا في ثانويه. ثانويه يا حبيبي، انت اخرك اعدادي. خلي بالك من طول ولادك، لان الموضوع ده ليه حل، بس بيكتشف بدري شويه. لو طول ولادك قصير شويه بيتعمل تحليل جروث هرمون، هرمون النمو، وبياخد الهرمون بيبقى كويس جدا واكتر من رائع. الاولاد في الفتره الزمنيه دي، خد منه الكلمه الرئيسيه، حضرتك خدي مني قاعده كده، بنتكلم على ضعف عضلات في الرجلين وشويه ضعف عضلات الظهر. الناس بقت بتخرج عشان تقعد على كافيه، الناس ما بقتش بتمشي كويس. انا مش بتكلم على الوجبه بس، انا بتكلم على المرحله العمريه دي بشكل عام يعني، بعد كده هتكلم على الوجبه باذن الله، تمام؟ الناس بقت بتقعد على الكافيهات، الناس ما بقتش بتتمشى، الناس بقى عندها، بيجي لي في العياده انا بالنسبه لي واللي بشوفه ضعف عضلات رجلين بشكل كبير، يا ريت ناخد بالنا. نفس الشاب ده او الولد او البنت هو بياكل تكاوي بنسبه كبيره، بنتكلم على غذاء سيء. الموضوع في رمضان بالنسبه لنا نتكلم زي كبار السن زي الشباب، اللي هو اهتم لي حضرتك بالبروتين، اهتم لي حضرتك بالبروتين. فكره معجنات لو هتاكلها يعني هي بالنسبه لنا تفاريح مره في الاسبوع، لكن مش كل يوم. اهتم بطبق السلطه اللي حضرتك نسيته زي ما اتكلمنا مكوناته الصحيه، لكن بالنسبه للشاب ده فكره النشويات هي اهيف مما تتخيل. حضرتك مش بتلعب رياضه عنيفه، يعني حضرتك مش نازل تعمل مجهود عنيف، فمحتاج طاقه كبيره في وقت قصير زي لاعب الكوره او لاعب الملاكمه او كذا. ده اللي محتاج ياخد حصه نشويات قبل الاكسرسايز او قبل المنافسه الرياضيه بوقت عشان خاطر هيحرقها. حضرتك كده كده قاعد في البيت، فخف لي نشويات جدا، زود في كميه البروتين. البروتين ممكن تاخده زي ما اتكلمنا من اشكال مختلفه، اللحوم الحمراء خف فيها، اللحوم البيضاء تمام، الاسماك طبعا اكتر من رائعه. في كائن كده الناس ما بتحبوش اسمه الارانب، الارانب ده يعني لحم الارانب اللحوم النظيفه جدا تمام، نسبه بروتين عاليه جدا، ملوش اي مشاكل مع اي حد، يعني هو مش بيأذي اي مريض ايا كان، الا طبعا مريض الكلى ما ينفعش ياخد بروتين عالي فبيبعد عنه يعني، تمام. طبق الشوربه الجميل اللي مليان نسبه بروتين عاليه، مش لازم تبقى شوربه لسان عصفور، ما حضرتك هي شوربه حاجه كويسه، حضرتك بتضيف عليها لسان عصفور، فاخدت شوربه مع مكرونه، والمشكله مكرونه مش بتتمضغ بقى، بتتزحلق، فبتبقى بتاخد سعرات عاليه في وجبه قليله، لا يبقى شوربه لوحدها، ضيف عليها ليمون، تمام. ده بالنسبه له بيبقى مكونات مهمه جدا. خف النشويات، خليها اقل كميه ممكنه. الهرم الغذائي زمان كانت القاعده بتاعته النشويات، الهرم الغذائي دلوقتي اتغير، بعد القاعده بتاعته الخضروات والفواكه، تاني خطوه النشويات. فلازم نخف كميه النشويات قصاد انك تزود بروتين وتعملي تمارين لرجليك، لان اغلب الشباب والبنات رجلهم ضعيفه جدا، ده اللي بنشوفه في العياده عندي بيني وبين الناس.